ان شاء الله ده الفيديو التالي هنشرح فيه اللي بتاع الجريد 5 يونت 1 ليسن 2 وليسن 3 وليسن 4. ثلاث دروس سهلين جدا هناخدهم ببساطه ما فيهمش اي مشكله خالص. تمام. اول حاجه بيقول لي 0.48482000 تايمز 10. خلي بالنا بيقول لي تايمز 10 او تايمز 100 او تايمز 1000. يبقى اول حاجه تايمز 10 او تايمز 100 او تايمز 1000. فانا فده تايمز 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 البوينت هنحركها ناحيه اليمين الرايت تمشي كده ما دام تايمز احرك البوينت كده ازاي يا مستر؟ بقول لي 0.482 تايمز 10 ال 10 دي فيها كام 0 1 يبقى احرك البوينت 1 بليس فروم ذا رايت احركها مكان واحد ناحيه اليمين هتبقى مره هنا مكان هيجي هنا الزيرو ده بلاش ليه لازمه هيبقى 4.82 هنا عامل التايمز هنا ايه 100 ما دام 100 احرك البوينت كام ديجيت 2 ديجيتس اوف تو بليسز فروم ذا رايت احركها مكانين ناحيه اليمين احركها 1 2 1 2 بقت هنا البوينت مكانها جديد يبقى الزيرو ده خلاص بلاش لازمه عندي يبقى 48.2 هنا احرك البوينت هنا كام ديجيت 3 كام بليسز ثلاث اماكن اهو 1 2 3 ما دام جت هنا يبقى راحت خلاص مبقاش في بوينت يبقى 4 8 2 400 2 زيرو ده ملوش لازمه يبقى خلي بالنا لو قال لي تايم ستيب موف هحرك البوينت 1 بليس فروم ذا رايت احركها مكان واحد ناحيه اليمين لو قال لي تايم 100 احرك البوينت 2 بليسز فروم ذا رايت مرتين ناحيه اليمين 1 2 بقى مكانها جديد هنا احرك هنا كم مره 3 بليس ثلاث اماكن 1 2 3 جت ما دام جت هنا يبقى خلاص راحت يبقى 482 اللي بعديها دي تايم ستيل يبقى حرك البوينت كم مره؟ مره واحده بقيت فين؟ هنا يبقى 28.6 هنا احرك البوينت هنا كم مره؟ مرتين 1 2 راحت ولا ما راحتش؟ راحت خلاص كنسلنا البوينت يبقى 348 هنا احرك البوينت كم مره هنا؟ 3 ركزوا معايا 1 2 طب البوينت راحت فين المكان الثالث؟ احط مكانه زيرو يبقى 7830 يبقى هنا انا هنا حرك 3 1 2 راحت الثالث احط ايه؟ خلاص حركت كده مرتين يفضل عندي ايه زيرو احطه انزله اوكي؟ هنشوف هنا برضه اهو هنا حرك البوينت كم مره؟ 3 بليس فروم ذا رايت احرك البوينت ناحيه اليمين اخلي بالي اتجاهي في التايمز ناحيه اليمين احرك 3 1 طب كده 1 هيتفضل كام زيرو؟ 2 ان زيرو بقى يبقى 3800 هنا تايمز 10 مره راحت هنا في خلاص خلص يبقى 48 هنا حرك البوينت كم مره؟ 2 1 2 راحت يبقى 382 هنا حرك البوينت كم مره؟ مره يبقى 4.83 هنا حرك البوينت هنا كم مره؟ 3 1 راحت البوينت هيبقى كام 0 2 ينزل يبقى 7800 يبقى لما يكون عندي تايمز 10 او تايمز 100 او تايمز 1000 قال لي تايمز 10 احرك البوينت 1 ديجيت فروم ذا رايت مره واحده ناحيه اليمين قال لي تايمز 100 احرك البوينت 2 ديجيت فروم ذا رايت قال لي تايمز 1000 احرك البوينت 3 ديجيت فروم ذا رايت اوكي هناخد دلوقتي الديفايدد باي هنكمل احنا قلنا من شويه لما قلنا التايمز بنمشي كده ناحيه الرايت الديفايدد العكس هنمشي ناحيه ادي كل الموضوع يبقى التايمز ناحيه الرايت الديفايدد باي ناحيه الليفت يعني 10 هحرك كم مره اتفقنا في التايمز مره واحده لو مشيت كده يبقى تايمز مشيت كده يبقى ديفايد اكيد ديفايد ناحيه الليفت اهي 1 فهتبقى 5.82 مكانها جديد هنا احرك كم مره 2 خلي بالك هنا 1 2 هو حد يقول لي راحت في الديفايدد البوينت ما بتروحش البوينت هتفضل هنا هيبقى 0.483 يبقى لو كانت تايمز جت هنا راحت خلاص انما في الديفايدد بتفضل هنا اوكي هنا احرك كم مره 3 فين البوينت يا مستر البوينت انا بحطها هنا في الاول وحرك 3 1 2 3 هل بتروح؟ لا ما بتروحش يبقى 0.7
182000 هنا حركه مره يا مستر 2 1 2 راحت لا ما راح ما بتروحش في الديفايدد يبقى 0.458 بعد كده هنا ديفايد باي 1000 احنا اتفقنا في الديفايد مش ناحيه الليفت فانا حركت 3 ديجيتس 1 هيتفضل كام 0 2 احطهم وبعد كده البوينت يبقى 0.00783 هنا ديفايد مش ناحيه الليفت 1 يبقى هنا البوينت يبقى 0.485 هنا فين البوينت مفيش بوينت يا مستر انا بحطها في الاول واحرك مره واحده 78.4 هنا حركة مرة مرتين 1 2 عشان ده 100 يبقى 4.586 يبقى التايمز كده الديفايدد كده يبقى التايمز ناحية الرايت الديفايدد ناحية الليفت تمام هنكمل بعد كده الدرس دلوقتي دلوقتي بودي رايت ان ستاندرد فورم يعني ايه كلمة ستاندرد فورم يعني بكون نمبر هو جايب لي نمبر بالفاليو وبقول لي اكون لي نمبر ستاندرد الصوره بتاعته يعني عندي مثلا هنا نفتكر مثلا 42.826 الفاليو بتاعت ال2 احنا فاهمين ان هي 2 عشان في الوانز هنا تبقى 40 عشان في التنس هنا 0.8 عشان في التيرن 0.02 هنا 0.006 هكون نمبر بالشكل دوت واللي مش موجود احط مكانه 0 يعني قول الفايف في الوانس ادي الفايف في الوانس اهي ديت بعد كده البوينت ايه اللي بيجي بعد بعد البوينت التنس في تنس الفور بعد كده ال 100 ايه الفايف وال 1000 ايه السيفن خلص السؤال اللي بعده 28 دول ما فهمش بوينت اكتبهم الاول يبقى 28 بوينت هنا 0.06 اللي هي دي طب هل موجود التنس عندي؟ لا احط مكانه 0 بعد كده 6 دي موجودة فين؟ في الهندرد بعد كده 9 فين؟ في الثاوزن يبقى اللي مش موجود بحط عليه 0 حط مكانه 0 هنا 4 دي في ال 1 دي 3 over 10 يعني 0.3 بحولها لديسيمال 8 over 1000 يبقى 0.008 احول ال 4 في ال 1 ادي هنا ال 4 بوينت ال 3 في التنس ادي 10 المفروض في 100 عشان دول 3000 يبقى احط مكانه 0 وبعد كده مين؟ ال 8 قول write the following in expanded expanded يعني هوزع النمبر بزرايك عشان ارجعها للشكل ده ده الاكسباندد هنا 58 يبقى دي 50 بلس 8 بلس 2 يبقى 0.2 بلس 6 0.06 عشان في 10 في الهندرد بعد كده بلس 0.003 هنا 482 ده الاول يبقى هنا دي 400 بلس 8 هتبقى 80 ال 2 في ال 1 سبقى 2 دي 482 بتاع برايمري 2 جريد 2 هنا ال 2 في ال 10 يبقى 0.2 بلس ال 6 في ال 100 يبقى 0.06 بلس ال 7 يبقى 0.007 تمام كده يبقى هنا ستاندرد بكون اكسباندد الاكسباندد ليها كذا طريقه ثانيه ممكن اكتب هنا ايه؟ اقول 58 بلس واخد ال 2 ديت يبقى 0.2 بلس 0.06 بلس 0.003 بس انا بشتغل بالطريقه دي اوكي معايا يلا دلوقتي احنا خدنا ليسون 2 وليسون 3 دلوقتي هناخد ليسون 4 الكومبيرنج واحنا نعتبر واخدينها السنه اللي فاتت عشان اعمل كومبيرنج مقارنه ما بين تو نمبرز او تو ديسيمال نمبرز اول حاجه بشوف هنا في كام ديجيت قبل البوينت 1 وهنا قبل البوينت 1 هنا 1 وهنا 1 قد بعض اللي قبل البوينت واللي بعد البوينت هنا 2 وده من الليفت من الشمال هنا 3 يبقى ال 3 اللي فاتت اللي بعديها هنا في 1 ديجيت افتر ذا ديسيمال بوينت وهنا في 1 ديجيت هنا في كام ديجيت 2 هنا في كام ديجيت 1 يبقى لازم احط 0 هنا على ناحيه الشمال ناحيه الرايت اليمين يبقى هنا يبقى هنا عندي كام ديجيت 2 فهنا 1 فانا حاطط هنا ايه الزيرو ابدا من اليمين من الليفت للشمال هنا 4 وهنا 0 يبقى مين الجريتست 4 اللي بعديها في كام ديجيت هنا 2 هنا في كام ديجيت 1 يبقى احط هنا 0 هنا في كام ديجيت 2 هنا في كام ديجيت 3 بحط هنا 0 لازم اخليهم قد بعض قد هنا عندي هنا 1 وهنا 0 اكيد ال 1 هو اللي جريتست او بالنظر هنا 12 وهنا 9 يبقى 12 هي الاكبر هنا 4.8 وهنا 5 احط هنا بوينت واحط هنا 0 ما اسيبش كده نمبر احط على الرايت ما فيش مشكله خالص ابدا هنا 4.8
هنا 4 هنا 5 مين اللي جريتست 5 هنا ال 2 هنا في كام ديجيت 3 يبقى 1 2 عشان يبقوا قد بعض ابدا انا عندي هنا 2 وعندي هنا 0 مين اللي جريتست 2 بعد كده 3 تنس يبقى 0.3 3000 0.003 ما حدش يتسرع ويقول لي مثلا التنس يا مستر الساوز اكبر من التنس لا احط هنا 2 0 اخليهم قد بعض هنا 0 و0 هنا 3 هنا 0 مين اللي جريتست 3 يبقى ما تسرعش مش الساوز اغيرها اخليها ديسيمال وبعد كده اشتغل هنا 5 + 0.2 + 0.008 اكون نمبر 5 في ال 1 بوينت ال 2 عشان في ال 10 هل في 100 ما فيش 08 هنا في كام ديجيت هنا 1 هنا 1 هنا في كام ديجيت 2 هنا 3 بحط هنا 0 ابدا 5 5 2 2 08 مين اللي جريتست ال 8 هنا 3 اوفر 100 يبقى 0.3 over 1000 0 0 3 هنا في كام ديجيت 3 كام ديجيت 1 يبقى حط 2 0 يبقى مين اللي جريتست ال 9 3 1 and 8000 كون نمبر عملها لي باليونت 4 انا اكونه يبقى 3 بوينت مفيش 10 0 مفيش 100 0 في 1000 ال 8 في كام ديجيت بعد البوينت 3 في كام ديجيت 1 يبقى حط 0 0 وابدا 3 4 مين اللي جريتست ال 4 تمام كده والاسندنج والديسندنج نفس الموضوع نخليهم قد بعض يعني مثلا اكزامبل اسندنج قال لي مثلا 3.48 2.9 6.8 واخلع 0.999 هنا ascending طبعا انتوا عارفين ascending from the small to the big من الصغير للكبير طب ascending هنا اخليهم قد بعض هنا في 1 digit هنا في 1 digit 1 digit 1 digit خلاص هنا في 2 هنا 1 هنا 1 هنا 3 يبقى اخليهم هنا 0 0 0 0 0 خليته مد بعض ابدا بقى من اليمين من الليفت قصدي 3 وهنا 2 وهنا 6 وهنا 0 مين السمولست عندي؟ ال 0 بوينت يبقى هنا اول حاجه 0.999 بعد كده ال 2 هيبقى 2.9 بعد كده مين يا مستر؟ ال 3 يبقى 3.48 واكبر واحد فيهم مين؟ 6.8 يبقى انا كده عملت اسندنج وطلب مني الاسندنج نفس الموضوع بس هعمل الارنجمنت الترتيب بتاعي من الجريتست للسمولست كده احنا خلصنا في يونت 1 لسون 1 و2 و3 و4 والنهارده خدنا لسون 2 و3 و4 حلوا الشفت بتاعتي هتلاقوا فيها الاسئله ديت واحده واحده بالراحه لما نسيت اللي تشوز نسيت الكومبليت وان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله معاكم مستر احمد عبد المجيد. Thank you for watching with Mr. Ahmed Abdul Majid.